بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم جميعا في هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى وأحكام، ويسعدنا أن نرد على أسئلتكم واستفساراتكم، ونأتي بالمتخصصين في الشريعة الإسلامية والعقائد أيضا والمشاكل الأسرية والاجتماعية، عملا بقول ربنا سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن هذا المنطلق انطلقت كاميرات برنامج فتاوى أحكام إلى دار الإفتاء المصرية، حيث السادة العلماء وأهل التخصص. مشاهدي الكرام، أخرج إلى فاصل لتتعرفوا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ عويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. مرحبا بفضيلتكم يا مولانا. يا مرحبا دكتور. يا مرحبا بك. أشرع معك في أسئلة المشاهد الكريم. معي سؤال من سيدة تقول: أم زوجها اللي هي حماتها بتقوم بتربية الفراخ فوق سطح المنزل. فبتقول هي بتصرف على الفراخ من ناحية المالية، هي بتدفع الأكل، بتدفع كل المصاريف بتاع الفراخ. فبتقول: أنا اللي بقوم بخدمتهم من حيث كنس السطح، من حيث الحط الأكل لهم، الشرب. ولكن بتقول حماتها بتديهاش بيض، الفراخ بتجيب بيض. فبتقول: أنا لو أخدت بيض من هذه الفراخ دون علم حماتي أو استئذانها، فهل تعتبر هذه سرقة وحرام؟ بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه الصورة أو السؤال اللي هو نقدر نقول بسيط قوي على مستوى القرية، على مستوى البساطة والحياة البسيطة في الأرياف. صحيح. لا، ده في كمان بيتفرع منه أشياء، صور ممكن نقولها ومهمة جدا، وده سؤال يفرع لنا بعض المسائل اللي بيحتاجها الناس في الشركات وفي المعاملات. أولا، الأصل أني أنا لما ألاقي الدكتور عيد بيشيل حاجة بيركنها، بيطلع حاجة للمنزل بتاعه وأنا ماشي، فرحت شايل معاه ومطلع، ساعدته. الأصل في العمل ده، وبعدين بعد ما خلصت فبقول له أنا عايز أجرتي. هتقول لي إيه الأجرة؟ هو أنا قلت لك اتفقنا على أجرة؟ أنا ما قلتلوش تعالى شيل. طيب، وبعدين خلي بالك يا شيخ، ده الأصل في عملك التبرع أو التطوع. التطوع يعني أنك أنت متبرع بهذا الجهد. صحيح. متطوع بهذا الجهد، بتساعدني الأصل أن عملك ده لله بدون أجر. صحيح. طيب، فما ينفعش أنا أجي أخد بقى أشوف دك أروح واخد حاجة كده من وراء دي أجرتي. لأن إحنا مش متفقين من الأول إن فيه أجرة. ذلك كان الصح إن هي تتفق مع حماتها: يا حماتي أنت هتدفعي الأجرة الأكل والشرب والعلف، وأنا اللي هقوم بالخدمة. ما يخرج من هذا النتاج بالنص، إن كان فراخ صغيرة، إن كان بيض، ولا مش عارف، المهم ده بالنص. أما بهذه الصورة فهي وكيلة متبرعة بدون أجر. صحيح. يعني حرام إنها تاخد حاجة من وراء حماتها. طب لو قلنا إن الشفيع لها، يعني خليني مطرح أو مكان السائلة الكريمة، ما ممكن تقول مثلا أنا بأكل ولادي ابنها، وهي ممكن تكون فعلا بخيلة عليهم ما بتدهمش، أو ممكن تكون بجمع البيض ده وتبيعه خارج المنزل. احنا مش عايزين ده يكون ذريعة. صحيح. إلى هذا، لا، الاستئذان أولى. بمعنى لو هي علمت لربما قامت مشكلة، ولو علمت ربما اتهمتها وأشاعت ذلك بين الناس، هنقع بقى في إيه؟ في أعراض، وهنقع في أخلاق. صحيح. واتهام أخلاق. فإحنا نسد الباب من أوله عشان دايما نخلي الأسر متماسكة. صحيح. أنت تقول لحماتها: يا حماتي أنا لو سمحتي أنا هخدم لك الفراخ وتديني مثلا كذا. صحيح. عدد من البيض المعين. نفس الصورة دي بتأتي في الإيه؟ في الشركات. في المؤسسات. أنا مثلا هفرض ماسك المبيعات، كلفته بشراء بعض الأجهزة الإلكترونية لدار الإفتاء، فروحت أشتري، وأنا بشتري اشتريت كمية من الرجل، دفعت مبلغ ضرب طبعا صرفاه. فالرجل قال لي: طيب الهدية، الجهاز ده بقى هدية ليك فوق الأجهزة نفسها، هل يا ترى ده من حقي؟ لا، مش من حقي، لأني أخذته بسبب هذه الأجهزة.
شراء الأجهزة المجموعة نفسها الأجهزة. وأنا وكيل ولا يجوز لي أن أنتفع بشيء، يعني أخذ الجهاز ده فمقتضى الأمانة يقتضي هذا، الجهاز ده وأقول يا دار الإفتاء الأجهزة بتاعك أهي، والراجل اداني ده هدية. أيوه طيب إزاي؟ فإذا لابد إن إحنا دائما لما يكون في عمل فيه تبرع وهيجيلي منه حاجة وأنا مش متفق عليها، رجاء إن إحنا نكون على درجة من الصدق صحيح. بحيث إننا نكون صرحة مع بعض في المعاملة. فبيقع كتير جدا ناس في الأمر ده. ممكن كمان في المقاولات بيأتي هذا، أنا مقاول بعمل بركب كهرباء، صاحب الشقة أو صاحب المكان بيقول لي روح اشتري لي الأدوات دي، أنا راجل كهربائي شاطر، الراجل عارفني، راح الحاجة دي بدل ما هي بألف إدها لي بسبعمية، الراجل مديني ألف صحيح، فروح أنا حطت التلتمية في جيبي، حرام. الأصل أن أرد هذا لصاحب إلى صاحبي. شوف حضرتك الصور دي كلها بنتسئل فيها بهذه الطريقة. سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، رضي الله عنه، كان أبوه رجل صالح من الصالحين، ولابد أن اللي ينجب شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك لابد أن يكون رجلا صالحا يتحرى الحلال. ودي مشكلة عندنا أن احنا لا نتحرى ما نطعم به أبناءنا. مهم جدا أن الواحد يتحرى اللي بيحطه في جوف ابنه، اللي بيحطه في 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 فم امرأته. نعم. بقى لابد يكون حلال حتى تأتي البركة في البيت، وتأتي البركة في العافية، وتأتي البركة في تربية الأبناء. نعم. فعبد الله بن المبارك بيقول إن أبوه كان شغال عند واحد يحرس له ويخدم له في مزرعته حديقة فيها ألوان من الفاكهة. فجاء صاحب الحديقة في يوم وقال له يا مبارك اديني فاكهة معينة كده، سمى له فاكهة رمان. فلما جاب له رمان بدأ يأكله الإمر، قال له يا مبارك هذا مر؟ قال والله يا سيدي أنا لم أذقه. قال له تعمل في حديقتي ولم تذق الفاكهة فيها؟ قال نعم. الرجل تعجب قال له يعني أنت بتاكلش وما بتدقش ولا أي حاجة؟ قال له أنت لم تأذن لي. الأمانة هنا بقى، مع أني شو حضرتك جاري في عرف الفلاحين الناس الطيبين، وانت بتشتغل لو عنده لو جبت طماطم ولا جبت حاجة وحطيت قدامك وكلت ما متسامح فيها. أيوه. العرف كده صحيح، حتى الجيران لو انت زرع بصل حاجة ياخد منه ياخد وهو بيسمحوا بهذا. خيار يروح جاي بيقول لك هات لي من غير فلان خيار، فلان مش هيزعل لما بيزعلش طالما انت خدت وكلت. الصورة دي حرام ولا حلال؟ جائزة، لأن في العرف تعرف على هذا. بمعنى أنا لو شفت فلان بياخد من أرضي ما بقولوش حاجة. كل الصور حضرتك ذكرتها قلت الشيخ هويضة جميلة جدا. اتماما لهذا السؤال، طب لحضرتك وكلتني أشتري حاجة لحضرتك يعني، ولما ذهبت إلى البائع قال لي أنت جاي وسيط؟ قلت له أيوان. قال لي طب إكراما ليك أنت أنا بديك مثلا 100 جنيه دي خصم من ثمن البضاعة، بس دي هدية مني أنا كصاحب محل ليك أنت. نعم. أصبحت هذه الصورة هنا هدية. هو طبعا لما قال له ديت مني ليك انت عشان مشوارك وكونك جيت اشتريت مني. أيوة. ده أفضل، ده أفضل. ده ياخدها ولكن بقول لو أطلع صاحب البضاعة على هذا الأمر لكان أولى، ولكن لو خدها بدون، لأن الرجل قال له خصر ديت ليك انت، يبقى هذا جائز. لا وده أمر متسامح فيه. أشياء بسيطة ومبالغ. أما بسيطة. صاحبة السؤال نفسها اللي كنا نرجع للأصل بقى، اللي كانت بتربي فراخ لا ما تاخدش بيض بالضبط عشان ما تفتحش على نفسها أبواب من المشاكل والفتن. نعم جزاكم الله خير. أنتقل معك سؤال آخر فقلت الشيخ خويضة، وأقول لك في واحد بعد سؤالنا بيقول أنا حكم عملي كشيف، هو بيدخل أطعمة وبيشغل شيف. فبيقول في ناس كتير بتطلب منه عمل وجبات في غير رمضان وفي شهر رمضان، وبيقولوا له هذه الوجبات قم بعملها وتصنيعها، هم بيدفعوا المال وانت موكل بطبخها وبعد كده توزيعها وبياخد الاجر على وبياخد الاجر. بس انت روح وزعها، المطلوب منك توزيعها على الفقراء والمحتاجين. فهو بيقول السؤال هنا بيقول انا بعمل هذا الكلام فعلا، ولكن انا بوجه هذه الوجبات اغلبها الى الفقراء والمساكين من اهلي وجيراني. نعم. هل هذا حرام ام حلال؟ طيب هنفرض كده لو هي زكاة مال. نعم. وانا اعطيتها لاقاربي الفقراء واصدقائي الفقراء او جيراني الفقراء، صحيح مظبوط طالما ان اهله
يرى أنهم يدخلون تحت باب الحاجة اللي هو خص يدفعهم إليها خلاص جائز. هو قال له اديها للمساكين طالما أقاربهم من المساكين يديهم. ولكن نقول لو كان هناك أولى منهم وأكثر فقرا وأكثر حاجة وحواليه وما فيش مشقة يوصلوا لهم يبقى هم أولى. أي. طب نوسع في الصورة شوية. حتى لا يدخل الهوى إلى نفسه. إلى نفسه فيوجه كل الصدقة دي للأقارب. صحيح. نعم. طيب هو لو هو مثلا بيعمل هذا العمل نفترض شهريا. طب ما يوزع لأقاربه وجيرانه مرة وغيرهم مرة تانية. نعم. أو يشارك ما بين هؤلاء وبين غيرهم. صحيح. فيشوف الأفكر منهم ويديله، ولو وجد أفكر منهم وهم أمامه لا بد أن يعطيه. طيب هنا محتاج بقى الشيف هنا بوجه له كلمة حضرتك تقول له هذا الكلام. نعم. محتاج إلى أمانة هنا، فربما أن الفقير من أهلي أو من جيراني يحتاج مثلا إلى وجبة أو وجبتين. نعم. ممكن هو يديله ثلاثة وأربعة. لو دخل الهوى في التوزيع هو المسؤول أمامه، هو المسؤول لأنه هو وكيل. فلا بد أن يعطي. أنا لما أوكل واحد أن يخرج لي زكاة مالي أقول له خد المبلغ ده ووزعه زكاة مال، ذهب هو وأعطاه بالهوى، أنا كصاحب المال ذمتي برئت خلاص. أنا معلش حاجة، هو الذي يتحمل. ذلك كان أحد الصالحين لما حد يقول له خد الزكاة دي توزعها، يقول مال لم أشغل نفسي بجمعه لا أشغل نفسي بتوزيعه. صحيح. ربما أخطئ. نعم. فليتقي الله هو هنا. وزع زكاة مالك أنت. فلذلك أنا لما أكون وكيل على دفع على توزيع زكاة مال لأحد أصدقائي ولا أقاربي ولا لأحد الناس، إن لم أكن قويا وأتحكم في هوايا يا إما ما أخدهاش. إذن الشيف هنا هو موكل من قبل هؤلاء الناس، فلا ينبغي أن يدخله الهوى. صحيح. فيعطي أقاربه ويدع من هم أفكر منهم، لكن يعمل عملية توازن هنا بالضبط. وهنا بالضبط. نعم. هنتقل معك إلى سؤال آخر. فضلت الشيخ خويضة، السيدة بتقول أحسست يعني بشيء كده من الغضب الشديد، خرج ابني إلى العمل واستودعته الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم ثم رجع إلي ميتا. نعم. فبتقول هنا السؤال كيف يموت وقد استودعته الله سبحانه وتعالى. كلنا أمانة وودائع عند الله. عندما يريد الله أن يأخذ وديعته أخذها. أنت استودعت ولا إحنا أصلا مودعون عند الله. صحيح. ما نملك من أمورنا شيء. فلذلك كانت قصة وهذه واقعية من الواقع. نعم. شاب قطع تذكرة علشان يسافر. وبعدين الجو انقلب، فقال له أمه أنا هريح ومعاد الطائرة الساعة 5، وبيني وبين المطار ساعة، فقوميني مثلا الساعة كذا عشان ألحق. فعندما تغير الجو وهاجت الريح ووجدت عواصف ده، تركته نائما، خافت عليه. ابنها وخايفة عليه. فبعد ما تأكدت من انتهاء موعد الطائرة وأنه هو مش هيدركها أبدا، دخلة. صحيح. وتقظ فوجدته ميتا. سبحان. فإحنا بننظر إلى جانب ونطرق جانب. أراد الله أن يميته على فراشه دون تعب دون بهدلة دون. فطبعا يعني ربنا يصبر كل من يفقد عزيزا. صحيح. أو حبيبا. كلنا ودائع عند الله تبارك وتعالى. فكونها استودعته ورجع، الله سبحانه وتعالى أخذ وديعته وأخذ أمانته، والله أرحم بأمانته منا. نعم. ومن أحب الناس. نعم. إليه. يعني وكأننا نفر من قدر الله إلى قدر الله. قدر الله. صحيح. نعم. هو بس الناس مفكرة إن ما أقول لحضرتك مثلا أستودعك الله الذي لا تضيع ولا عنده أنه لا يصاب بشيء. يبقى لا يصاب بشيء. القدر إذا ما جاء لا بد أن يصاب. طيب أنت شايف كده إن ده شر لي؟ لا، إحنا شايفين بنظرنا كبشر أن هذا شر. نعم. ولكن هو عند الله عين الحكمة وعين الخير. نعم. إن شاء الله. وربنا يصبرها يا رب. آمين. نعم. انتقل معك سؤال آخر فضيلة الشيخ خويضة، وهي سيدة تقول إنسان ظلمني ظلمي كبير جدا، وبعدين أنا مسافرة إلى العمرة، فبتقول وأنا مسافرة إلى العمرة عقدت النية إن أنا أدعو عليه عند بيت الله الحرام هذا الظالم. نعم. فأخبرني الأصدقاء بأن ده ينقص من أجر العمرة ولا بد أن تسامحه. فهي بتقول من كثرة الظلم أنا أشعر بغيظ شديد في قلبي ولا أستطيع أن أسامحها. نعم. فلو دعت علي بأخذ حقها هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ثلاث لا ترد دعوتهم وذكر منهم والمظلوم. صحيح. شوف ثلاث لا ترد دعوتهم الله. إذن
كأن الحديث يبين لنا أن المظلومة يشرع له أن يدعو على ظالمه. صحيح. فيش فيها مشكلة أخوي. يبقى إذن الشرع لم يمنعني من الدعاء على من ظلمني، وإن كان في جانب آخر هو جانب العفو وجانب الرجوع إلى النفس، أن فلان ما تسلط علي إلا بذنب أنا فعلته بتقصير من الله، ولكن على أي حال يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه؟ نعم يجوز. اللهم خذ لي حقي منه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان. صحيح. قبيلتان اشتركوا في قتل بعض الصحابة، أخذوا بعض القراء وقتلوهم. صحيح. من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وظل يدعو عليهم شهرا كاملا، اللهم عليك برعل وذكوان، اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف، أي قحط وفقر وحاجة. صحيح. دعا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على هؤلاء الذين ظلموا وقتلوا. فإذا الدعاء هذا في أي مكان جائز، عند بيت الله الحرام غيره جائز. بالضبط. وإن كنت أقول يعني، ودي ممكن مرحلة صافية أوي ونقية أوي، انشغل دائما لما خاصة لما يكون أخوك اللي ظلمك المسلم، أخوك الجارك بتاع، انشغل بالدعاء له بالهداية أولى من أن تنشغل بالدعاء لنزول المصيبة به. صح. يعني كن في ترحم بيننا، وإيه إنما المؤمنون إخوة. صحيح. ما هم بيقتلوا معلوم بيقتلوا بعضهم. صحيح. والقرآن إيه وصفهم بأنهم إخوة، إحنا في الأول والآخر إخوة. يعني هسعد وأفرح عندما أرى المصائب حلت به. نعم. يعني هذه درجة أخرى يعني. لكن حضرتك أشرت يعني إن يجوز الدعاء. طب إتماما يعني للفائدة، يعني لما تيجي تقف البيت الحرام وأنا حاسس بظلم شديد، هنا أخصص دعاء كما كان يفعل، اللهم انتقم من فلان لأنه ظلمني، ولا أقول بقى شله افقد له أولاده أبدا، يعني اللهم خذ لي حقي من فلان فقط يعني، بس ولو حدد دع الأمر لله سبحانه، ولو حدد نوع العقاب أبدا. هو أنت مهما تحدد هو الله له. صحيح. يعني له طريقته في معاملته، ممكن ما يعني يتيح له باب التوبة. صحيح. ويتيح له باب الندم، ويتيح له باب الاعتذار. نعم. بيحصل كتير قوي. نعم. يعتذر ويندم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله التوبة للجميع. نعم. آمين. يا رب. أنتقل معك سؤال آخر في الشيخ عويضة. سيدة تقول ما هو الحنوط؟ يعني كثيرا ما أسمع يقولوا ضع الحنوط على الميت، فبتقول. نعم. إيه هو الحنوط؟ طب والحنوط ده بعد ما نعرف إيه هو، أين يوضع للميت؟ هل على جسده وفي أماكن معينة أم على الكفن؟ طيب كل ما هو له رائحة طيبة نقول كده، زي المسك، زي المسك، زي الريحان، زي العود، زي أي شيء طيب جميل، ده اسمه حنوط. إن بيمسك قطنة كده ومثلا ويغمسها ويضعها بين الأليتين اليتين الميت كده، وطبعا ستره. صحيح. مش مكشوف. طيب وممكن يوضع على الكفن احيانا، بعد من الكلام بنلحس كده الايه الكفن كده، بعض نغمس اليد ونعمل كده مسح على الكفن من الخارج، هذا كله جائز ان شاء الله. يعني هذا المسك يوضع على حتى الجسد نفسه، تكون الرائحه طيبه. لربما خرج شيء من الميت مثلا. او طب انا مره كان في رائحه او كان قديله فتره ميت وبقى في تغير ونحو ذلك، فالرائحه حتى لا. طب انا حضرت مره وصل لاحد الاصدقاء وتلاقيت المغسل بيضع هذا المسك على أماكن السجود، يعني جائز. على القدمين والركبتين. نعم. هذا لأنها صحيح، أشرف الأماكن. ده صحيح. جائز إنه يعمل كده بعض الأماكن كده، الحاجات دي يلحس بيها والرجل كده يغمسها ويلمس بها هذه الأماكن. ويدفن بهذه الرائحة. نعم. ولا شيء، لا شيء فيها. نعم. نعم. سيدة بتقول يعني إنها زوجها كان مفطر في نهار رمضان من أجل عمله الشاق، هو مفطر عشان عنده ظرف طارئ، فبتقول وأنا كنت مفطرة لأنها كانت في أشهر الحمل الأخيرة وخافت على الجنين فأفطرت. نعم. بتقول فواقعها زوجها، حصلت معاشرة ما بينه وبينها، وبتقول مع العلم أنه مفطر وأنا مفطرة بأسباب عمله والحمل. نعم. فبتقول هنا الجماع في نهار رمضان منه لها، هل عليه كفارة؟ طيب هنا هو أفطر بسبب غير الجماع. أي. في بداية الأمر. صحيح. ودي بترجع لديانة الإنسان. مم. يعني لو حب واحد يحتال بهذه الطريقة على الشرع يبقى حرام عليه، يقع في المعذور، بمعنى أنه ده فعلا طول رمضان هو مفطر بسبب العمل الشاق. نعم. وبعدين هو مفطر، الزوجة صادف أن هي كانت مفطرة ولا كانت راجعة من سفر وكانت مفطرة أيا كان، ووقعت بينهما معاشرة، يبقى هو عليه إيه؟
عليه قضاء اليوم، وهي وهي نفس الأمر، وهي نفس الأمر، نفس الأمر قضاء اليوم. ولكن يعني كان الأولى أن نحترم هذه الشعيرة، صحيح احترامها أولى، ولكن حيثما حدث ما حدث لا شيء عليه إلا قضاء اليوم فقط. نعم. إن شاء الله. ناخد تفريحة بس ورا كده فضلت. نعم. الشيخ حويضة، بعض السادة بتسألني وتقول يعني ياريت نسأل هذا السؤال، إذا جمع الإنسان زوجته في نهار شهر رمضان وهو غير مفطر، هو كان صايم لكن شهوته غلبته. نعم. فجمع زوجته. نعم. الكفارة هنا بتجب على الزوج فقط ولا على الزوج والزوجة؟ بأن الزوجة بتقول أنا مريض ذنب، يعني هي لم تنعت ممكن يصل الموضوع الأمر إلى طلاق منهم. نعم. نيجي نقول بعض الفقهاء فعلا رأى أن الزوجة لو كانت مطاوعة أو هي التي يسرت له هذا الأمر فهي شريكة معه في القضاء والكفارة، شريكة معه يعني برضه عليها قضاء وعليها كفارة. نعم. ولكن معتمد الفتوى عند السادة الشافعية وهو ما نفتي به في دار الإفتاء أن المرأة عليها القضاء فقط. ليه؟ وأما الزوج عليه القضاء والكفار. وعليه الكفارة. طب الدليل إيه يا سادة يا شافعية؟ قالوا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني حصل بينا جماع. صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تستطيع أن تجد أن تعتق رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أنك تصوم شهرين؟ لا. طب تعتق؟ لا. طب تطعم 60 مسكين؟ قال له لا. الرجل فقير ما يستطيع أن يفعل شيء. نعم. وجسمه ضعيف مش هيقدر إيه يواصل شهرين متتابعين. صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اجلس. فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعذق تمر. فقال من الذي سأل عن كذا وكذا آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. فقال له خذ هذا وتصدق به. قال والله ما بين لابتيها أفقر منا. مش حد أفقر منا. أفقر منا. صحيح. قال خذه وأطعمه أهلك. الله. شوف المراحل. نعم. مراحل التيسير في الشرع الحنيف. صحيح. الشرع ما جاء ليذبح. نعم. الناس، ما جاء ليشق عليهم، ما جاء ليضيق عليهم معيشتهم، وإنما. نعم. جاء ليتناغم الإنسان مع الحياة. نعم. يريد بكم اليسر. بالضبط. يريد الله. نعم. بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. فالرجل خد الحاجة دي وخلاص هيطعمها أهله وما عليش أي شيء. طب وبعدين؟ طب الزوجة هل سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. سكت. يبقى هنا الدليل ده سكت إيه؟ ده سكت في أمر مهم جدا ولم يستفصل في الواقعة. فترك الاستفصال في هذه الواقعة خلاص دليل. دليل على إن. نعم. سكت الشرع. صحيح. وما سكت عنه الشرع سكت غير ناس. نعم. ما مش نسيان. نعم. ولكن رحمة بهذه المرأة. نعم. فالمرأة عليها إيه؟ قضاء اليوم عند السادة الشافعية. والرجل عليه قضاء اليوم والكفارة, والكفارة. نعم. إن استطاع أن يصوم 60 يوم متواصلة. نعم. فبها ونعمة، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. نعم. طيب انتقل معك سؤال آخر. سيدة تقول إن هي يعني بيبقى قدامها ملابس زوجها، جلاليبه وحاجته أغراضه يعني قدامها متعلقة على الشماعة على الدولاب، فهي لما بتيجي تصلي بتلبس جلابيب زوجها بحيث إنها فضفاضة واسعة، وهي في الأصل جلابيب زوجها ما فيهاش حاجة، بعد ما تلبسها بتلبس عليها الإسدال وتصلي. فسيدة زميلتها يعني أو جارتها قالت لها لا ده حرام ما ينفعش، قالت لها دي ده جلابيب زوجي وفضفاضة ما فيهاش حاجة، قالت لها أصل دي بتاعت جوزك وهي جلابية رجالي وأنت كده تتشبهي بالرجال وفي حديث نهي عن هذا الكلام. الكلام ده مدى صحته من الأحاديث السنة؟ ده كلام عارم من الصحة تماما. دي يعني امرأة طيبة ربنا يجزاها خير بتقول رأيها، هي فاهمة كده، هذا ليس بصحيح. العبرة في الصلاة بستر العورة. صحيح. سواء سترت بملاية راحت ربطاها مثلا. أيوة. وقتها وراحت لف بها جسمها كده وصلت. لبست جلابيت ابنها، لبست جلابيت زوجها، جلابيت أخوها، ما فيهاش فيها أي أبدا أي مشكلة. فلذلك أنا دايما أقول لمن يسارعون في التحريم والتبديع أخطأتم. نعم. لأن الإنسان يتجشم ما ليس له. صحيح. ده كان الصحابة رضي الله عنهم يفرون من الفتوى. سيدنا عبد الله بن عمر كان يسأل فما كان يجيب، يقول سل عبد الله بن مسعود. يتهرب من الفتوى. يروح السائل عبد الله بن مسعود يقول له سل ابن عباس، يروح لابن عباس
سال أبي، يروح لأبي سال مش عارف معاذ، لحد ما يرجع تاني ما حدش يرضى يجاوبه، يرجع تاني لسيدنا عبد الله بن عمر. نعم. ايه يعني الخوف ده؟ هذا الخوف من الفتوى، فلذلك مش عايزين نسارع. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وهذا حرام. نعم. فتح الله لك فضيلة الشيخ عوض عثمان أمين الفتوى ودار الإفتاء المصرية، وأشكرك على هذا اللقاء. أشكركم. أيوة. وأشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، وأترككم في رعاية الله.